عم شوف، عم جرب فيديو لشوف وين الشير. عم فتت على فيديو من فيديو تبعك. عليكم، بنرحب بيكم في يوم جديد جميل مع بعض، وانا مبسوط اني اكون معاكم لاول مره بالفيديو. يعني مش بفضل الفيديو قوي، لكن عشان نشوف اخونا الحبيب من بيروت، والحقيقه شرف وفرصه جميله جدا وعظيمه ان احنا نتقابل مع قصه جميله بتكلمنا زي قصه مفدي من يومين عن الإدمان. لكن هنشوف النهاردة قصة جميلة وعظيمة عن عمل نعمة ربنا في حياة شخص من لبنان اختبر ربنا في قضية كبيرة، يمكن اليومين دول بتمسنا قوي، وخاصة بعد ما شفنا فيديوهات وكلام وصحف بتتكلم عن الموضوع ده. في فنان مصري اسمه هشام سليم كان بيتكلم من يومين ثلاثة كده، بيقول إنه في قضية تحول جنسي حصلت لأحد الشيلدرن او الاطفال اللي عنده في البيت او ابنائه او بناته، وكان في تحول من جنس الى جنس، وكان عندهم قضيه للمثليه في بيته، وكان عنده تناول معين للقضيه دي. هو ده اللي اثار عندي الفضول ان احنا نتكلم النهارده في الموضوع المهم جدا ده. بشكر ربنا جدا على تشريفه لينا وتشريفنا وحضور أخونا الجميل أنطوان. أنطوان، من قعدتي معاه بس قبل البث كده استمتعت بمحبته واستمتعت بلطافته وهدوءه، وحاسس كده إن عنده سلام وسكينة جميلة جدا. هيمتعنا بحلقة جميلة فيها نشوف قصته مع المثلية الجنسية، وقصته مع تفكيره في التحول الجنسي، وقصته مع الألم والشر في الحياة وفي العالم في كل شيء. لكن عرفنا بنفسك الأول، وقول لنا أنت مين، وقول لنا أنت عايش فين، وعرفنا بأسرتك. نحب نسمعك في البداية حبيبي. نعم خي سموئيل، أنا أطوان بوعاز، عمري 37 سنة، وإلي من 2014 رب ولدني ولادة الثانية. أنا من قبل كنت مثلي الجنس، وأنا عايش ببيروت بلبنان. ألو، طيب اختصارا الوقت، انت كده يعني كلمتنا بكلام مختصر، او عرفنا اكتر عنك وعن اسرتك وعن حياتك. نفسنا نعرفك اكتر، نفسنا المشاهدين يقربوا منك اكتر. يعني نعم، مثل ما قلت لك، عمري 37 سنة، أنا عايش مع والدتي بالبيت. عندي اثنين أختين متجوزين يعني، وأنا ما زلت أعزب يعني، وهيك أنا عايش بالبيت، أنا والدتي يعني. وأكيد بشتغل يعني، بشتغل بالألبسة، و از فاشن باير يعني منسق ازياء، و شو بيقولوا بالعربي يعني، بروح على بسافر وبجيب الثياب على بيروت يعني. كويس خالص، يعني لفيت العالم بقى. مش العالم يعني، ايطاليا وفرنسا يعني. انا بشتغل لشركة يعني، مش لإلي بزنس، بس لشركة. كويس خالص خالص، اوكي. طيب انت بتشتغل مصمم ازياء يعتبر، و مش مصمم أزياء يعني بروح على معارض، وبروح على إيطاليا يعني، بنقي الأزياء السوتابل للبنان يعني، للشركة اللي أنا بشتغل فيها. كويس خالص كويس خالص. طيب احكي لنا كده، انا عرفت ان الطفولة كان فيها صعوبات، كان فيها آلام، كان فيها مشاكل. احكي لنا اكتر عن طفولتك، بداية حياتك، كنت عايش ازاي، كنت عايش فين، كان ايه اخبارك؟ نعم، أنا تقريبا يعني طفولتي شبه تعيسة كانت جدا يعني. ما كنت طفل يعني عم بيربى يعني بمحيط مظبوط. وعيت يعني على الشيء، على خطيق يعني قبل الأطفال، لأنه أنا بطفولتي تم علي تحرش جنسي.
من حدا أكبر مني يعني. سو كانت طفولة شبه يعني معذبة، لأنه كانت يعني عندي اضطرابات يعني بالنفسية يعني ورا هذا الشيء، سبب كتير ألم واضطراب عندي هذا الشيء يعني. وعشت مبدئيا يتيم بلا بي، سو ما كان يعني عندي المثال الأبوي يعني بالبيت. ترعرعت أنا ووالدتي واثنين من إخواتي، سو كان يعني يعني البي، صورة البي مفقودة من البيت. كمان هذا الشيء زاد علي حزن، لأنه اطلع غير أولاد، إنه الأولاد يكون عندهم بي، أنا ما عندي بي يعني، ما عندي سند وما عندي ظهر. فهذا كمان زيادة يعني، مع التحرش الجنسي اللي تم علي بالطفولة، كمان الحرمان العاطفي من البي كتير أثر فيي. وعشت يعني كتير يعني بحزن من وراء هالشغلتين. مش عم بسمع. صار عندك ميوت. يا حبيبي سوري، كنت بتحضر كنيسة وانت طفل؟ يعني في كنيسة معينة كنت بتحضرها؟ أخسى مؤيل يعني، كنت تروح على الكنيسة، بس ما كان عندي يعني اختبار مع الرب يعني، روح على الكنيسة مثل كل هالناس يعني. نعم. دي الطفولة فيها حرمان، فيها تحرش، فيها صعوبات، فيها بيت كبير أنت عايش فيه. أكيد عشت مراهقة، أكيد مريت بمرحلة المراهقة كأي شاب فينا، مرحلة المراهقة والشباب. أخبار الشباب والمراهقة كانت في حياتك إزاي؟ صراحة يعني الطفولة عكست على المراهقة وعكست على شبابي، لأنه كان التحرش الجنسي من صغر، من عمر 7 سنين. سو بمرحلة المراهقة كمان كملت معي هذا الشيء، وكأنه تحددت هويتي الجنسية، لأنه اختبرت شيء ما لازم اختبره بالطفولة. سو بالمراهقة كانت كمان مراهقة كثير صعبة، لأنه كنت محتار بين انه انا شو، لانه كنت حس انه في امراه ساكنه جوا، كنت حس انه في شيء غريب فيي، وكانه امراه محبوسه. سو بالمراهقه كنت ما اطيق شكلي الذكوري يعني كشكلي يعني، وكنت على طول اقول انه انا بدي يوم من الايام اكون امراه. كان عندي هذا الصراع انه انا ما بدي اعيش حياتي كرجل. غالبا الصراع ده بدأ وانت كام سنة يا أنطوان؟ كان يعني عمرك كام؟ ما بذكر مضبوط، لأنه أنا عندي مشكلة بالنسيان، بس أنا بقول لك يعني كل حياتي هيك عشتها لل 2014. اوكي، يبقى كان في حيرة، كان في بحث عن هوية، إيه كان في حاجة مختلفة أنت بتبحث عنها في الوقت ده. طيب وصلت لإيه بعد كده؟ بعد الصراع ده وصلت لإيه وعشت إزاي؟ صح مظبوط، كنت عم ببحث يعني، عم ببحث عن الحب بأماكن برات البيت أكيد، واللي ببحث عن الحب يعني ما بلاقيه وين ما كان يعني، لا في أحضان رجال لقيت، ولا بالسهر، ولا بالسكر، ولا بأي خطية عملتها بالسابق، قبل ما يكون عندي اختبار مع يسوع له كل المجد. سو حياتي كانت سراب وأوهام، كنت عم ببحث عن الحب، عم ببحث عن الهوية الفائدة، وبالعكس كل مالي كنت غوص أكثر وأكثر بالخطية، وكنت يكبر حزني يعني. كانت فردنا افترض فجوة صغيرة صارت فجوة كبيرة، وقعت بمتاهات كتير بخطايا كتير. ونحن هون بلبنان يعني عنا حرية زيادة عن الدول العربية. سو من بعد فترة المراهقة بلش، صار عمري 20 سنة و25 سنة، ويعني هالعمر كله
عشته يعني بالسهر وظهرات لوج الصبح وهيك. هون خلص كنت قررت انه اتخلى عن شكل الرجولة، وبلش اخضع عمليات لوجهي، وكنت كل الوقت اقول انه بدي غير جنسي يعني، بس ما اقدر غير، يكون في اوبستاكلز، يكون في يعني معوقات يعني. وانا عرفت من بعد الايمان، من بعد ما تعرفت على يسوع، انه الرب هو ما سمح وهو حط هالمعوقات، انه كل ما جمع مصاري لاعمل تغيير او تحويل شيء زيادة بجسمي، ما يفشل هذا الموضوع. يعني مش بس كان في صراع، لكن بعد كده جربت انك تعيش في الهوية الأخرى صح كأنثى، صح وشكليا خارجيا نعم بكل معنى الكلمة، بكل معنى التجميل، الوجه، الحركة، الملابس، صح حتى يمكن أسلوبك في الكلام أكيد، والمظهر. لكن عايز تقول انك لما فكرت لتفكير اعمق، انك تحاول توصل لمرحلة التحول وجات لك الفكرة، لكن ما حصلش، ما ظبطتش، عشان كان في عائق. انت صح بتحكي كان في عائق، العائق ده ايه يعني؟ مش احنا برضو عايزين نفهم، في معانا ناس اكيد اطباء، ومعانا ناس مفكرين وباحثين، نعم يعني هذا اذا الشيء ما كنت، عندك. هذا الشيء ما كنت انتبه له قبل الإيمان يعني. من بعد الإيمان فهمت إنه شو هول العوائق تصير معي يعني. يصير لي ظرف وأصرف المصاري، عرفت كيف؟ سو أنا من بعد الإيمان فهمت ليش كنت يعني الرب ما كان سامح، إنه حتى وأنا وخاطي ما كان سامح إنه أنا اعمل عملية، افترضنا انا كيف بدي اخضع عملية انه اكبر صدري يعني، ما كان عندي انه اخضع عملية غير على الاخر، كان عندي انه انا بس بدي شكل الانوثة، هيك كان فكري يعني قبل. سو فهمت ليش يعني من بعد الايمان انه انصرفوا المصاري، هيك يصير حيلا شيء واصرفوا المصاري وما تتم هذه الشغلة. العملية دي تقريبا دلوقتي بتكلف كام مثلا؟ ما بعرف صراحة، ما بعرف، بس انه اكيد مبالغ طائلة يعني مش تحت ال يعني، اذا بده يحول، اذا واحد بده يغير جنسه من ذكر الى انثى اكيد مش تحت ال10,000 دولار، بتصور هيك. 10,000 دولار، يعني في مصر 150 أو 160,000 جنيه. وطبعا أكيد مش موجودة في الدول العربية، ولا موجودة في الدول العربية بإمكانية دلوقتي بلا 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 بلبنان في بيخضعوا لعملية تجميل هذا الشيء، بس يمكن حكيم أو حكيمين، بس أغلبيتهم بيسافروا يمكن ماليزيا أو تايلاند يعني. ناسي بتخوني ذاكرتي، أنا عندي ذاكرة كتير ضعيفة، بس بتذكر يمكن تايلاند، أغلبية العمليات بتتم بتايلاند. في نسبة كبيرة في بيروت أو لبنان في موضوع التحول والمثلية دلوقتي، هي تقدير لحاجة زي كده هو أو عامة في الوطن العربي؟ بكل الدول أكيد. العربية في كتير عالم تحولوا، والمشكلة في نسب المصيبة معينة أو إنه تقديرات معينة تفتكرها؟ لا هيك ما بقدر يعني، بس إنه إيه في نسبة كبيرة يعني من الناس، وفي ناس يعني ما تحولت جنسيا بس إنه شكلها أنوثة، وفي ناس مثليين الجنس يعني شكلهم رجولة بس مثلي الجنس بيكون. اوكي وبنسبة كبيرة طيب، يعني بكل الدول العربية مش بس بلبنان يعني. احنا مش عايزين نخرج من قصتك، وعايزين نعم نتعرف عليك اكتر. احنا وصلنا للجانب السلبي المظلم، ان لسه كنا في الخطية، وانت عرفت ان الحاجة والحياة اللي انت كنت عايش فيها دي مش مجرد هوية، مش مجرد ميل، مش مجرد بس ظروف انا كنت ضحية ليها او كنت فيها، لكن انت خدتنا لبعد جديد، ان الموضوع خطية انا عايش فيها، حياة بعيدة عن الله. ولا رأيك ايه برضه؟ هل هو مرض ام خطية؟ رأي انطوانيا. صح، رأيي الخاص يعني، أنا بلاقيه نقص عاطفي،
بلاقي المثل الجنس. يعني أنا كأنا باختبار الشخصي كنت عم ببحث عن حقيقة أنا فاقدة، عم ببحث على شيء أنا فاقده، هو الحب، هو الراحة الروحية. كنت عم ببحث كل حياتي إنه لاقي هذا السلام. كان كل الوقت أنا متعب، كنت كل الوقت أنا حزين، كنت كل الوقت شو ما أعمل، وحتى لو وصلت أنا اللي بدي إياه، يعني أنا وصلت يعني عملت achievement بالحياة، أنا كنت سعيلهم، أنا كنت بدي أوصل لهم. يعني مثل افترضنا أجيب سيارة، يكون عندي شغل محترم، أقدر أخذ أجر محترم منه، أقدر سافر روح إجي، يعني سعيد لكل القصص اللي أنا بحبها بحياتي، حتى سعيد إنه شكلي كيف بدي إياه، يعني وصلت له. وهذا كله ما جاب للسعادة، للدهرات، للروحات، للسهر، لا ولا شيء عملته بحياتي achievement، يعني عوض عن الحزن اللي فيي، وعن عن عن يعني عن شيء اللي عم ببحث عنه. كنت ابحث يعني عن الحب بين احضان الرجال، وما بحياتي لقيت يعني حدا بدلني هذا الحب، بالعكس حس انه عم يستغلوني اكثر واكثر، لدرجه وصلت بالخطيه اخر شيء انه عم بختنق يعني من ورا الخطية. يعني من بعد الإيمان فهمت أن الخطية تنتج موتا، وأنا هيك كنت عم بموت كل يوم. إبليس جاء لكي يذبح ويهلك، أنا هيك مزبوط كنت عم بنذبح كل يوم، وكنت كل يوم عم بهلك، بس أنا كنت جاهل، يعني كنت جاهل، كنت يعني ما بعرف يعني إنه يعني بعرف يسوع معرفة سطحية، ما بعرف إنه يسوع يعني رح يقدر يخلصنا، رح يقدر يعوض عن سنين الأكل جرد، أو يعوض علي على الحب أو على الشفاء الروحي والنفسي والجسدي. يعني ما عم بسمع، ميوت. يعني ايه نهاية اسلوب الحياة ده؟ لو واحد استمر طول حياته عايش بنفس الاسلوب ده اللي هو اسلوب الميول المثلية والفعلة، وان هو يعيش الحياة دي وان يعيش هوية مش هويته اللي اتولد بيها، وانه يكمل في الحياة دي، يكمل بشكل تاني، يكمل ومع تفكيره كمان في التحول، وقد يكون تحول. يعني إيه نهاية الحياة دي؟ هتكون نهايتها إيه؟ في أنا سعادة، في فرح، في أمل، في رجاء، في راحة؟ أنا باختبار الشخصي عم بحكي، هذا اختباري إلي، واللي حوالي واللي شفته حوالي، يعني لأنه يعني أنا كنت يعني يعني بالمثلية الجنسية، كنت ارتاد نوادي الليلية للمثلية الجنسية، مقاهي للمثلية الجنسية، يعني عندي كتير كان كونكشن يعني بين الناس. أنا مثل ما بشوف، وهذا رأيي الخاص، إنه في حزن، في اضطراب، في حياة سراب وأوهام. باختبار الشخصي المثلية الجنسية بتأدي أغلبية الوقت لانتحار، أو لحزن شديد، ما بعيشه حياة يعني سليمة، وأنا واحد منه ما عشت حياة سليمة، ما كنت عايش حياة سعيدة، يعني أوهم حالي إنه أنا سعيد بس أنا مش سعيد، أوهم حالي إنه أنا مبسوط بس أنا مش مبسوط. يعني واحد ما في شيء يكذب على حاله، يعني كنت حط قناع على وجهي إنه أنا مبسوط وأنا كذا، بس أنا آخرة الليل غرق دموع فرشتي، يعني لأني حزين، أعرف إنه أنا ماني مرغوب بالمجتمع، المجتمع ينظر لي إنه انه انا غريب عنهم، انه انا مثل يعني ينسبوا لي يعني شتايم وهالاشياء، يعني المجتمع، لانه المجتمع قاسي، ممكن اللي ممكن برا يعني ببلاد الغربيه ممكن يكون اهون نظره المجتمع لهم، بس ما بيمنع انه كمان بيعيشوا حزن. وانا حاولت انتحر يعني يوم من الايام، لانه يعني انه جربت كل شيء، طب وبعدين؟ انه وصلت لمحل، طب وبعدين شو في؟ صار عندي فراغ، وصلت لمحل ما اقدر اطلع على الماضي، لاقي الماضي كتير اليم، لاقي يعني نظرة العالم لإلي بشعة، المدرسة ما كانت حلوة، يعني ايام المدرسة
طفولتي معذبة، تحرش جنسي، ربيت بلا باي، وطلع على مستقبل لاقي المستقبل بلوري، لاقي المستقبل يعني مشوش، ما عارف شو بالمستقبل شو، لأنه وأنا من الناس ما كانوا يؤمنوا بالزواج المثلي، ما كان ما بي أنا ما بآمن كمان من إنه من أنا وكنت خاطئ، يعني أنا وكنت مثلي الجنس، ما كنت آمن إنه أنا بتجوز أو أنا بجيب ولد وعايشه بين رجل ورجل، يعني كان عندي هذا الفكر إنه ولا ممكن يصير هذا الشيء. كنت أطلع على المستقبل، كنت لاقي المستقبل كتير صعب، وطب أنا هلا أنا جميل وهلا أنا خاضع عملية تجميل، طب بكره بس خاطر كيف حيصير شكلي؟ طب بكره شو بده يصير فيي؟ طب إذا ما هل إذا هلا أنا حياتي صعبة، طب بكره يعني كان عندي صراع كل الوقت، يعني عيش يعني كنت بدوامة. طيب ايه اللي حصل في حياتك؟ ايه التغيير اللي حصل؟ فين اللقاء؟ فين الانكاونتر اللي حصل اللي عمل تغيير وعمل شيفت في حياة انطوان من تينا؟ كان القديم اسمه تينا، صح كده؟ هاي عدة ألقاب يعني، تينا واحدة منهم يعني، اوكي، مزبوط. ايه اللي حصل؟ أخ سموئيل بدي أقول لك شغلة، أنا آخر يعني قبل ما أتعرف على الرب يسوع المسيح، آخر فترة من حياتي أنا حاولت أنتحر، لأنه وصلت لمحل خلص، وصلت لمحل كتير يعني مأساوي، يعني حياتي كنت يعني ولا ممكن استمر بهذا الشيء، لانه كهل الخطيه علي كانت كثير، يعني كانت روح تئن فيي لهالدرجه، يعني كان يعني الجسد كان عم يخنق للروح لدرجه خلص وصلت لمحل كان عندي افكار شيطانيه انه على طول بدي انتحر. سو مره جربت انه انتحر وفشلت هذه الشغله، من بعدها هذا الشيء بلشت ابحث انا على شيء يريحني. فزميلة عندي بالشغل أنا بقول لها إنه بدي شيء يريحني وهيك، بتعطيني رقم حدا يعني كاهن، بروح بزوره هالكاهن، بس يعني لسوء الحظ هذا الكاهن يعني ما بيكون كتير يعني متعاون معي، سو بتبيت هيدي المحاولة بالفشل، وبرجع أنا كمان بستمر بحياتي لشي ظرف شي جمعتين ثلاثة، بهالجمعتين ثلاثة أنا كتير بكون خلص كتير حزنت لدرجة خلص ماني قادر بقى. بنعزم على عيد ميلاد أحد الأصدقاء، بهذا العيد ميلاد بلتقى بأخت مؤمنة، إيه هو كان عشاء بسيط يعني، إيه وهيدي الأخت أخت ماجدة يعني هي بشرتني بهذا العيد الميلاد بهذا العشاء، يعني هي عارفة، هي تسمع عني من ورا رفيقي، ايه وقررت هي واكيد صلت يعني، واخذت هيك مثل تصميم بقلبها وصلت يعني للرب يسوع المسيح، وصممت انه هي تجي تبشرني يعني، وفعلا هيك بشرتني وقالت لي كانه تفرست فيي بالعشاء، وبتقول لي انت انسان حزين ولا ممكن هذا القناع انه ما يبين، لانه انا كنت روح يعني بشكل الانثوي وشعري ومبسوط وعادي، بس انا من جوا حزين، كنت اوهم الناس انه انا مبسوط. ايه سو هي قالت لي فيك تضحك على كل الناس بس ما فيك تضحك على يسوع، انت يوم من الايام بدك تكون خادم للرب وهذا كله رح تكبه عند اذن الرب، والرب ما رح تيجي عند الرب والرب بده اياك وهيك. انا هي عم تخبرني هذا الشيء، انا عم بقول انه هيدي المرة عم تخرف او كيف، انه انا انسان يعني عامل مثل ما بيقولوا باللبناني سبعة ودمتها، يعني انا يعني واصل للشرور من رأسي لأخمص قدمي، من شرب، من حشيشة، من سهر لوجه الصبح، من الزنا، يعني قول معقول انه انا عندي تشانس، انتهى هذا العشاء وانا جيت على البيت. وفعلا هون انا خلقت عندي تساؤلات هيدا الاخت اخت ماجدة، وبلش هون معاملات الرب بحياتي، كل ما افتح التلفزيون يطلع قسيس على التلفزيون يكون باحدى القنوات ايه عم بيقدم الدعوة او يكون عم بيحكي عن يسوع، انا هون ينسبق قلبي اقعد اسمع وصلي، بس يعرض القسيس الصلاة صلي على التلفزيون. بعد فترة بعد جمعتين تلاقيت بنفس الاخت بعشا كمان،
وهون كنا عم نحكي عن المثلية الجنسية أنا ورفقاتي، هي هون بتحول كل الحديث على بشارة عن يسوع المسيح. أنا هون التهب قلبي وطلع هيك، وهي عم تخبرنا عن شخصية كتابية إنه الإمرأة الخاطئة قال اذهبي ولا تخطئي بعد، الأعمى شفاه بكلمة قدرته، قال للبحر اسكت ابكم وصار هدوء عظيما. يعني عم تخبرنا وتخبرنا وتخبرنا عن الانجيل. انا من هون كأنه شعله ولعت بقلبي وفهمت انه انا عندي تشانس، انه انا عندي فرصه. وبتدعيني بتقلي بتحب تروح معي على الكنيسه؟ ما ترددت ولا لحظه، قلت لها انا ايه بروح معك على الكنيسه. وهيك صار. بيجي على البيت، بيكون بعد فيه يعني بيكون بعد في يعني السبت، بعد في نهار ليجي نهار الاحد، لانه احنا هون بالكنيسه نهار الاحد بنروح بلبنان. ايه سو وقفت انا يعني نهار الاحد شو بدي البس؟ انا كل لبسه انثوي، قلت بلبس اكثر شيء محتشم وبحط نظاره شمسيه كبيره يعني سان جلاسز كبيره، وقلت انه اكثر شيء بكون ديسنت يعني. وفعلا فت على الكنيسه، واذ فت على الكنيسه انا بيسبين المشهد وداعت الأخوة والأخوات بالكنيسة، بلاقي الأخوات قاعدة ميل والأخوة قاعدة ميلة، والأخوات حاطين على رأسهم منديل. وأنا جاي من أي باك جراوند؟ جاي من باك جراوند اللبس القصير والحياة الصاخبة والظهرات والسفرات يعني أنا جاي من محل كتير بشع، ومحلات ومحل كتير يعني اكستريم، يعني مثل كأنه واحد شمال يمين هيك يعني. فت على كنيسة قلت لها أنا ما بدي أقعد، قالت لي لا هي ما بدها تعسرني، قالت بتيجي بتقعد حدي. وهيك صار أنا بقعد حدها، وبتطلع أنا هيك نحن بكنيستنا يعني حق الإنجيل ببيروت الكنيسة الإنجيلية في شاشة كتير كبيرة، سو بتطلع أنا هيك على شاشة كبيرة ببلش الترانيم، وبحس كأنه الترانيم هذا شو قلبي أنا عم بحكي ليسوع. بيهم بينزلوا دموعي وما بوقف دموعي، ابكي 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 لدرجه في محل وقفوا كل الاخوه والاخوات، انا ما قدرت بقى اوقف، ركعت وانا يعني انا يعني ركعت وراسي بالارض وعم بحكي يسوع وقال له انا ما بخرج من هذا المكان الا ما انت، الا ما انت سيدي وربي ومخلصي. يعني اختبرت الولاده الثانيه يعني بلحظة قليلة. شعرت أنا أنا إنسان جديد، قلبي فرح دغري، كل الخطية اللي كانت على كاهلي بنفس اللحظة أنا عم بقول له ليسوع، حسيت كل شيء حياتي مرق من قدامي وكله مكب عند يسوع. وآخر الاجتماع بيلقي الدعوة القسيس وأنا بتقرب لقدام، وكان في مسح بالزيت كمان، ايه مسحت بالذات. وانا كهون كل الوقت كنت عم ببكي عم بطلب، عم بطلب روح الرب، عم بطلب انه الرب يخلصني، مع انه انا ولا ما بحياتي انا فايت على كنيسه يعني اول شيء انجيليه، وما فايت انا على كنيسه وشايف حضور الرب بهذا الشكل، وما شايف انا يعني ما يعني لا شايف ولا لامس قبل مره الروح القدس، عمل روح القدس بالإنسان، إنه كيف يعصف وكيف يدخل بالإنسان ويغير من إنسان أسود لإنسان أبيض يعني. وفعلا يعني ما انتهى هذا الشيء هون، بس خلص الاجتماع قلت لها لأخت ماجد أنا بدي أحكي مع القسيس، وفعلا حكيت مع القسيس وركعت وطلبت حضور الرب على حياتي وملكت الرب على حياتي وعلى قلبي وعلى كياني كله. وكان لحظات لا تنتسى بحملها معي للأبدية، إن اختبرت شيء أنا مش مختبره، هي الولادة الثانية، ولادة روح القدس. مجد للرب، ودي أعظم حاجة إحنا عشانها النهاردة معاك، وعشان كده تقابلنا معاك، ما عندناش أي سبب تاني يجمعنا معاك غير إن إحنا نعرف إن الرب قدير وعظيم وصالح وليه كل السلطان، حتى في الأمور اللي احنا مش عارفين نغيرها فينا وفي الناس اللي حوالينا وفي الظروف، هو صالح وقدير وعظيم، وفي كل حاجة صعبت علينا وصعبت على الآخرين هي ما تصعبش عليه. لكن فهمنا أكتر،
فهمنا أكتر حبيبي أنطوان، آسف إني قاطعتك، بتعمل إيه النهاردة مع المثليين إخواتك واللي تعرفهم وكده؟ إيه أحسن حاجة تقدر تقدمها لهم؟ وكيف بتشوفهم اليوم بعد التغيير اللي حصل في حياتك؟ المثلية الجنسية بنظري يعني برأيي الخاص يعني هي خطية، لأنه أنا من بعد الإيمان يعني من بعد ما اختبرت عمل الروح القدس بحياتي بلشت آكل من الكلمة يعني، وبلشت يعني غب بالآيات، والآيات هي شفيتنا يعني. الرب بلش هون عمل الشفاء الروحي، لأن أنا كنت بحاجة لنشفى، وما زال الرب يشفيني كل يوم يعني من خلال كلمته له كل المجد. يعني في التكوين خلق الله ذكر وأنثى وقال لهم أكثروا واثمروا واملأوا الأرض وباركهم. يعني وين في بركة وإثمار بين المثلية الجنسية عند الفتيات أو عند الذكور؟ يعني حينما يعني الذكور مع الذكور وإناث مع إناث، ما في ثمار. وين في بركة؟ ونحن نؤمن أن عينينا الله لا تنعس ولا تنام، وتلاحظ الأشرار والصالحين يعني. سو وين في وين يعني وين في بركة إذا الرب عم بيشوف هلا بين ذكر وذكر عم بيعملوا فعل الجنس؟ يعني وين في ثمر لإلهم؟ ما في ثمر. فإذا بده يجيبوا ولد رح يجيبوا ولد يعني غير شرعي أو من صلبهم، بس بده يضطروا يروحوا لامرأة يعني ليجيبوا هذا الولد. هاي شغلة من الشغلات الرب فتح لي عيوني عليها. تاني شغلة حابب شاركها قبل ما جاوبك على سؤالك، انه المثلية الجنسية خطية ومذكورة في الإنجيل حد كذا خطية، حد السكرون، خطفون، المأبنون، حد كذا اسمه، ومذكور بالكتاب المقدس أنهم لا ينالون ملكوت الله، بل كانوا أناس منكم بيتغسلوا بيتقدسوا بدم يسوع، ويعني وبيسوع المسيح يعني موجودة بكورنثوس. هلا على قلبي اقريها بعد شوي للآية. سو بس في تشانس انه واحد يتغسل ويتبرر بدم يسوع المسيح ويتقدس وينشفى بالكلمة والرب يشفيه. سو انا رسالتي لكل مثل الجنس، مهما بحثت، مهما حاولت، مثل ما انا كنت عم بحاول بالسابق، مهما حاولت اني اتغير بيت كل محاولاتي بالفشل، لانه ما في تحرير، ما في تعويض عن الحب، نقص العاطفه، الا بيسوع المسيح. هو الوحيد هو بيعوض عن الحب، عن كل سنين اكل جراد، عن كل نقص بالانسان، عن كل جرح انجرح هو طفولته او عن قبر او عن كل شيء بحياته. ما في الا هذا الشيء الا بيسوع المسيح. انا الفرصه اللي اجتني هي متاحه لكل مثل الجنس، لكل خطية كانت، كان علقان بالدعارة، كان علقان بالمثلية الجنسية، كان علقان بالتحشيش أو بالكذب أو بالعادة السرية أو بأفلام الإباحية. وهو أنا واحد منهم، أنا كمان كنت أحضر أفلام إباحية والرب حررني منه. من وقتها أنا كل شيء، اللابتوب تبعي، السلولار، كله لتمجيد الرب، محيت كل الصور، محيت يعني بيحول الرب من الأداة حوالينا، من أداة نجاسة إلى أداة بر، حتى الإنسان بيتحول من نجس إلى بر مع الرب يسوع المسيح. فمهما حاولوا الناس ومهما حاولوا المثليين الجنسية، لأنه حلقتنا عن المثلية الجنسية، ما رح يلاقوا الراحة، رح يلاقوا الراحة بس عند يسوع المسيح. فهي العملية بسيطة جدا، يجي الإنسان بخطاياه، مش بنتبرر ونجي عند يسوع، هذا الشيء مش مظبوطة. بدنا نجي نحن بكل قرفنا وبنجي بكل خطايانا، والرب هو الوحيد غير مستطاع عند الناس مستطاع عند يسوع. هو بحرر، هو ببرر، هو بيشيل الخطية وبيطرحها في يعني في البحر وما يعود يذكرها أبدا. يعني وإذا كانت خطاياتكم يعني كالقرمز بتبيض، بيقول الرب يسوع المسيح. يعني انا بعرف قديش انا كنت اسود، وانا ما حدا بيعرف بقلبي قد ايه انا شو كنت اعمل من شرور، وما كان يهلالي بال اختي وخطي غيري بالليالي يعني. ومذكوره بامثال بعتقد انه ما بينام الخاطئ الا ما يخطي ويخطي غيره. يعني انا كنت اداه جنس بقبضه ابليس، يعني كنت اغوي الرجال بشعه جدا، عم مارس الجنس مع نفس الجنس، قديش بسعى هذا الشيء
يعني وين في تمجيد للرب؟ نحن مخلوقين لكي نمجد الرب. فأنا بقول لكل مثل الجنس إنه عندك فرصة وهي يسوع، عندك فرصة وهي الكتاب المقدس، إنك تشفى، إنك تقرأ الآيات، تبحث بالآيات الشافية بتشفيك. ولا ممكن إنسان حدا يقرأ الكتاب المقدس إلا ما ينسبى قلبه، إلا ما ينسبى روحه، إلا ما يصير ليسوع المسيح. طيب، القعدة معاك حلوة ودايما بتقول لنا أخبار جميلة ومفرحة ومبهجة عن قوة الله وعظمته آمين، والحرية إلى اللي كل لينا في المجد. المسيح وخلاصه ونعمته اللي بتقبل كل واحد مهما كانت خطيته ومهما كان ماضيه. احنا بنشكر كل اللي معانا لحد دلوقتي وبنرحب بيكم ومنورينا ومشرفينا، وبنصلي كتير ان الاختبار ده يكون بركة لينا، ان احنا نثق اكتر في الرب الوقت الجاي، نتمسك بيه، نتشدد بيه، نعرف انه زي ما بارك اخونا انطوان ولسه هنكمل معانا لسه 5 دقائق او 10 دقائق، عايزين نشبع اكتر بيه بانطوان وبقوة الله اللي في حياته واللي اختبرها. لكن انطوان، احكي لنا كده بكل بساطة، انت نعم، بتعمل ايه دلوقتي للمسيح؟ يعني ايه، هل بتقوم بخدمة، بتقوم بدور، وايه الدور اللي انت بتقوم بيه حبيبي؟ نعم، رح جاوبك على سؤالك. وقبل ما نختم رح اقرا ايه من الانجيل، انا بكل اختبارها بقراها، يعني لانه كثير كثير يعني بتقوي الاشخاص وبتعطيهم يعني مثل فرصه ان الرب هو بيقدر يغسل حيالله شخص. انا شو بعمل للمسيح؟ يعني شو فيي بخدم، يعني شو فيي اعطي شهادتي الكنايس اذا دعيوني ما بتردد ولا لحظه، يعني انه خبر شهادتي للناس، هيك بخدم الرب يسوع المسيح. وما بعرف للمستقبل الرب شو محضر لي، بس انا بوثق انه الرب هو رح يعظم العمل وهو رح يستخدمني اكثر واكثر. يعني انا بالنهايه يعني لاله، وانا ويل لي لم ابشر. يعني انا شو فيي احكي عن الرب يسوع، انه شو كيف حررني ما بتردد ولا لحظة. طيب، نعم، كيف بتنظر النهاردة للمثلي؟ لو واحد شفته في الشارع مثلي، أو واحد بكل حب. تعرفه مثلي، كيف نعم، تتعامل معه؟ كيف بتنظر ليه؟ كيف بكل رسالتك حب ليه؟ بكل بكل حب، حب. لأنه أصعب شغلة للمثلي الجنسي هو المجتمع، المجتمع رفضهم. نحن علينا كمجتمع مسيحي ونحن كأولاد للرب يسوع المسيح، مثل ما الرب يسوع المسيح جلس مع العشارين والخطاة وكان يخلصهم، هيك نحن دورنا نكون ملح ونور بين الناس، ننظر لهم بكل حب ونخبرهم عن يسوع المسيح. أوكي، مثل ما يسوع المسيح ما بحب الخطية بس بحب الخطاة، في فرق، يعني الخطية شيء والخطاة شيء. نحن كإنسان بنحبهم بس ما بنحب الخطية، ما بنوافقهم. نحن بس شو فينا نحن يعني نكون منيح معهم ونخبرهم عن يسوع ونخبرهم قد ايه يسوع بحبهم. مجرد هيدا يشوفوا فينا حب يسوع المسيح، هن رح نكون نحن مؤثرين فيهم. مثل ما ماجدة ما عيرتني، اخت ماجدة اللي بشرتني، مثل ما ماجدة فرجتني الحب، مثل ما الكنيسة اللي فتت عليها، الكنيسة حق الانجيل بالفنار، من القسيس كيف حبوني، كيف ركضوا جابوا لي تياب صبيانية لانه عارفين انه انا لو بدي اقص شعري وهيك، عرفوا انه انا انه ما عندي تياب صبيانية، يعني انا رح اقص شعري واجي تاني نهار على الكنيسة بتياب نسائي، تخيل الشكل شو حيكون مزعج. سو هيدا الفعل، الحب الصغير او نكون هالقد بنحب الاخرين، يعني نفكر بالاخرين بهذا الحب اللي بيسكبوا فينا يسوع، من 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 منأثر بالناس، منأثر بالعالم. مين؟ طيب، أنا عندي سؤال يمكن مهم برضو لينا، إحنا نفسنا نسمعه منك، أنت شخص واقعي وصادق جدا، فإحنا عايزين نسألك السؤال ده. هل الشخص اللي بيتعامل معاه نعمة الرب وبيتغير وبيتحرر والماضي بتاعه بيتغير، هل لسه نعم، عندك صراعات؟ هل لسه في شهوات؟ هل في ضعفات؟ ولا الإنسان بيبقى بيرفكت يعني؟ ما في انسان بيرفكت، الكمال لله يسوع المسيح. كل ما نحن في الجسد نحن بنخطئ، بس
خطية عن خطية يعني بتهون يعني. ولا ممكن إنسان يعني يسوع يحرر إنسان من المثلية الجنسية يرجع يعني يقع فيها. أنا باختبار الشخصي لحديت هلأ يعني، أنا إلي من 2014 أنا رب يعني رب بيعرف هذا الشيء، إنه أنا ما مارست أبدا لكن ممكن ال الفكرة تصارع، ممكن الفكرة تيجي. ولا الفكرة بتجي. وإذا افترض حلو. إذا إجت، إذا إجت أقل من ثواني بكون أنا رفضها دغري بدم يسوع المسيح، لأن عندي إله أعظم. الرب معنا فمن علينا؟ الرب نوري وخلاصي ممن أخاف؟ الرب حسن حياتي ممن أرتعب؟ لا خطية رح ترعبني، ولا إبليس رح يرعبني، ولا الأفكار بده يدسها فيي. يعني لو مرقت الفكرة دغري برفضها، لأنه يسوع المسيح، لأنه الروح القدس اللي فيي دغري دغري دغري. يعني